لأن التلميذ يرى والتلميذة، التلميذة ترى معلمتها والتلميذ يرى معلمه أعلم الناس. فإن قال له قولا ثبت في قلبه ولم يعدل عنه. لذلك كانت مهمة المدرس عظيمة جدا. كيف يكون الواحد منا معلما ناجحا؟ قلت لهم أنا ما درست يعني التربية وأصول التدريس دراسة نظامية، يعني ما عندي شهادة رسمية فيها، ما عندي، لكن تجربتي الطويلة في التعليم. قلت لهم ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون المعلم قويا في المادة التي يدرسها. المعلم ينبغي أن يكون واسع الاطلاع في المادة التي يدرسها، لا يقتصر علمه على الكتاب الذي يعني هو في أيدي الطلاب. هذه واحدة. الأمر الثاني أن يكون عادلا بين الطلاب، عادل في الامتحانات، في ما يميز واحدا إلا بعلمه، أن يصلح الأوراق يحكم عليها. والثالثة أن يكون طبيعيا. شو معنى طبيعي؟ على أحيان بعض المدرسين تلميذ بيضحك بيحكي له شيء نكتة قد تكون بايخة أو نكتة يعني مضحكة، يقيم الدنيا ويقعد ولا يا أخي اضحك معه، يعني عامله معاملة قريبة من المعاملة الطبيعية. بالصفات هذه ينجح المدرس. وقبل ذلك كله أن يكون له غاية، أن تكون غايتك لا أن تقبض الراتب فقط، ولا أن تمضي هالساعات تبيع الحكومة وقتا فقط، لا، بل أن تعلم الطلاب. لماذا تعلمهم؟ لا تعلمهم لتستحق الراتب فقط، لا، بل لتنال ثواب الله.